من اورو زوك تاتي قوم نم بي اوهو نم بسمو نم بي اماي شاي نيا نم بشوي سيسوس بخريستوس زوك تاتي قوم نم بي اوهو نم بسمو نم بي اماي شاي نيا لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المهتمين بالسعاد والقرابين والخمر والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وكل أوان المذبح لكي يعودهم الرب إلهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية واغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن موعود شعبنا كي يباركهم رب إلهنا ويفتح عيون قلوبهم وثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي النفس الأخير واغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن زيارة الشهور الدكسيين في البراري والشيوخ والسكان فيها وعن طمانية كل العالم معا يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء وكل شر ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن حياة وقيم أبينا مكرم وإيسا سقفتنا الباب الأنبطة ودرجة الثاني وشركها في الخدمة الرسالية لك يحفظ الرب لنا حياته وثبته على كرسيهم في سنة عديدة وأذمان السلم هادئة مديدة اغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبائنا مطرنا والأسقفة الأرثوذكسيين بكل مكان وقمامسة والقدس والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظوا مسيح إلهنا ويقومهم واغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي رب إلهنا ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محبي المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يبارككم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وكل نفس متضايقة بكل نوع ترافع عن الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون ومطابق الذين في النفي أو السبي أو المروطين من جهة ربطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من تعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمع معنا اليوم في هذا الموضع المقدس يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركهم رحمة الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا نذكرهم كل واحد باسمه كي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة كي يبارك المسيح وإلهنا يصعدها كمقدار يفرح وجه الأرض بالنيل ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والدواب ويرفع عن العالم موت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان في كل مسكونة إلى نفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي مخلصنا الصالح لكي يكلمنا الله بسلام ورينا باقة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمين واغفر لنا خطايانا. افنوتي ناينا ثيشو نايرون اريمو نايني من خنتك متورو Yeah.
صوما كريالاي صون كريالاي صون كريالاي صون كريالاي صون كريالاي صون كريالاي صون أشتمك بكريستوس بكيوتنا على صون لمتندم مسوات يا فاشكر صوتي أمين الليل ويا زوك سابت فيك يبكي أجيب نغماتي كن كريم كريستوس يون أسفل يون آمين نوشي بولي مكوهم مجلي وبشوي تيسوس بكريستوس تباش في بستبروس كيفهم خيم الشاطان أصاب سيت النيل تشارب سوتيمون وغنينان خريس مويس سليم تقوي من ديم الشي سادك بتخلو ينتيك وبينو جناه انتي مسوس غرب يكتن صف انتي جافي انتي صوفية انتي سولومون ابن بمعي مركليتون فيه تركيش تني أبو سطولوس شوستك في عريبون خيم الطعو ويرف المليوت الطيوت ناشرس بابا بابا والروس من يوم يبسكوش عبان غيسيموس الذي قبل الألم بردته وصلب على الصليب لأجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا وكمل البسخة المقدسة ورينا فرح قيامات السنين الكثيرة وأزمن السؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين ولدت إلى القديسة العظيمة مريم وكل القديسين والشهداء بخريستوس بنوتي اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء كما في السماء ذلك على الارض لنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا من بوقت الساعه الثالثه من ليل من يوم الجمعه العظيم وبركاته علينا امين من سفر التكوين لموسى النبي بركه صلواته تكون معكم يا ابي واخواتي امين وحدث بعد هذه الأمور أنهم أخبروا يا يوسف قائلين إن أباك مضطرب فأخذ ابنيه منسى وإفرايم وجاء إلى يعقوب فأخبروا يعقوب قائلين له هوذا ابنك يوسف قادم إليك فتشدد إسرائيل وجلس على السرير فقال يعقوب ليوسف إن إلهي ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وقال لي إني أنميك وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي هذه الأرض لك ولنسلك من بعدك ملكا أبديا والآن فابناك اللذان صار لك في أرض مصر قبل قدومي إليك إلى أرض مصر هما لي إفرايم ومنسة مثل رأوبيم وشمعون يكونان لي ومن يولد بعدهما من البنين فإنهما يكونوا لك ويدعون باسم إخوتهم في ميراثهم وأنا حين جئت من بين نهري سوريا ماتت رحيل أمك في أرض كنعان وأنا قريب من حدود إفراثة ودفنتها على قارعة طريق بيت لحم ولما رأى إسرائيل ابني يوسف قائلا قال من هذان فقال يوسف لأبيه هما ولداي اللذان وهبهما الله لي هنا فقال يعقوب قدمهما إلي لأباركهما وكانت عيني يعقوب قد ثقلتا من الشيخوخة ولا يقدر أن يبصر فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما وقال إسرائيل يوسف هوذا أنا لم أحرم أن أرى وجهك هوذا الرب قد أراني نسلك ثم أخرجهما يوسف من بين فخذيه وسجد له بوجهيهما على الأرض وأخذ يوسف ولديه وجعل إفرايم عن يسار إسرائيل ومنسى على يمين إسرائيل
وقربهما إليه، فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس إفرايم وهو الصغير، ويسار على رأس منس، وخالف يديه مع أن منس هو البكر وبركهما، وقال: اللهم الذي أحسن أمام أبوي إبراهيم وإسحاق، الله الذي عالني منذ صباي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك على هذين الغلامين، يدعى اسمي عليهما اسم أبوي إبراهيم وإسحاق، فيكثرا كثرة عظيمة على الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه قد وضع يده اليمنى على رأس إفرايم ثقل الأمر أمامه، فأمسك يوسف بيد أبيه لينقلها عن رأس إفرايم إلى رأس منسة. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: أنا أعلم يا ولدي، أنا أعلم. مجدا للثالوث الأقدس. وأيضا من أشياء النبي بركات الجميع أمين: قد أتاني السيد الرب لسان العلماء لأعرف أن أغيث المعيب الكلمة، وفي الأسحار أيقظني وزندني أذنا لأسمع تعليم الرب، فتح لي أذنان وأنا لم أقاوم، بل بذلت ظهري للضرب وخدي للطب، ولم أستر وجهي عن خزي البصاق، والسيد الرب كان لي عونا لذلك لم أخجل، لكنني جعلت وجهي كالصخرة الصلبة وعملت إني لا أخزي، لأن الذي يبررني هو قريب مني، فمن يحاكمني فليقترب إلي. ها الرب يعنني فمن يؤلمني؟ ها أنتم كلكم كمثل الثوب تبلون ويأكلكم السوس. مجدا للثالوث القدوس. وأيضا من أشعياء النبي بركته المقدسة فلتكن معنا أمين: ويل لنفوسهم لأنهم يتأمرون مؤامرة في نفوسهم وحدهم، وقالوا: لنوثق البار فإنه لا يصلح لنا، والآن يأكلون من ثمر أعمالهم. ويل للمنافق الشرير لأن جزاء يديه يأتي عليهم. يا شعبي جباتكم يلتهمونكم، والذين يدينون يتسلطون عليكم. يا شعبي الذين يرشدونكم يضلونكم ويجعلون اضطرابا في طريق أرجلكم. ولكن الآن انتصب الرب للمخاصمة ويأتي مع شعبه إلى المحاكمة مع المشائخ والرؤساء. وأنتم لماذا أحرقتم هذا الكرم واغتصبتم الفقراء في بيوتكم؟ ما بالكم تسحقون شعبي وتخجلون وجوه المساكين؟ مجدا للثالوث القدوس. وأيضا من أشعياء النبي بركاته علينا أمين: من ذا الآتي من أدوم وثيابه حمر من بصرة؟ بهي هكذا في حلة الاعتزاز بالقوة، أنا المتكلم بالعدل وحكم الخلاص. ما بال ثيابك حمراء ولباسك كدائس المعصرة؟ إني دستها وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، قد دستهم بغضبي ووطأتهم كما تطأ الأرض، وأسلت دمهم على الأرض، لأن يوم النقمة قد جاء عليهم وسنة الخلاص قد أتت. فنظرت ولم يكن من ناصر، وتأملت ولم يكن أحد لديهم، فسيخلصني ذراعي ورجزي قد أتى، وطأتهم بسخطي وأسلت دمهم على الأرض. رحمة الرب ذكرتها وحسنات الرب في جميع الأشياء التي يجازين بها. مجدا للثالوث القدوس. أيضا من عمواس النبي بركاته علينا أمين: قال الرب ضابط الكل إنه يثبت عيني عليهم للشر لا للخير، وأجعل الأرض تضطرب عندما ألمسها، وينوح جميع الساكنين فيها، وتطمو آخرتها مثل نهر، وتندم مثل نهر النيل. الذي يبني في السماء على آليه، ويؤسس وعده على الأرض، الذي يدعو مياه البحر وسباها على وجه الأرض. الرب ضابط الكل اسمه. ها أعين الرب تطلع على مملكة الخطاة ليمحوها من على وجه الأرض، إلا إني لا أستأصل بيت يعقوب أستأصل، قال الرب. ها إنذا أمر وأنقي كل شعب إسرائيل كما تنقي الفضة، ولا يلتفت منها شيء على الأرض، ويموت بالسيف كل خطاة هذا الشعب قليل، لا يقترب إلينا الشر ولا يأتي علينا. مجد للثالوث القدوس. من أيوب الصديق بركاته على جميعنا أمين:
لما سمعوني أنصتوا وسكتوا عن مشورتي وعلى كلامي لم يزيدوا شيئا، ويفرحون إذا كلمتهم، مثل أرض منتظرة للمطر. هكذا هؤلاء أيضا كانوا ينتظرون كلامي، وإذا ضحكت معهم لا يصدقونني، ونور وجهي لم يسقط. ثم اخترت طريقهم وجلست رئيسا وسكنت كملك في الحصون، ومثل قوم النائحين كنت أعزيهم. أما الآن فقد هزأ بي أصاغر الناس، وعلمت شيئا من رذائل أبائهم الذين كنت أتركهم مع كلاب الرعاة، وكأنهم ليسوا من هذا الموضع. ماذا يفعلون بي بقوة أيديهم الذين فسدت آخرتهم بالعوز والغلاء والعقر، الهاربون بالأمس من موضع بلا ماء، فساد وشقاء للذين يطلبون العشب من المواضع التي تطن جذور الرتم طعامهم. الأردياء الأشرار عادموا جميع الخيرات، يمضغون جذور الحطب من شدة الغلاء. قام علي اللصوص الذين مساكنهم مغائر الصخور، صارخين في مواضع حسنة التنين، الساكنون في مواضع موحشة، وأبناء الحمقى أصحاب الاسم المرزول والذبيحة المنطفئة على الأرض. وأنا الآن صرت لهم كيثارة، وأصبحت عندهم مثلا. أبغضوني وابتعدوا عني ولم يوقروني وبصقوا في وجهي. مجدا للثالوث القدوس. أذن لأبينا القديس الأنبا أثناسيوس الرسول بركته تكون معنا أمين، لأن المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا، لأنه لم يخلقنا نحن الخطاة مثل آدم وصيرنا بشرا فقط، بل لما أهلكنا أنفسنا بالخطية جاء وتألم عنا وأحيانا بمجيئه، لأنه قد جاء إلينا كطبيب معلنا لنا ذاته، لأنه لم يأتي لنا كمرضى بل كموتى. بهذا لم يشفينا نحن المرضى، بل أقامنا نحن الأموات الذين ابتلعنا الموت، ففكنا من رباطاته. لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحيا معه إلى الأبد، لأنه إن لم يكن الرب قد شارك البشرية في ألامها فكيف يخلص الإنسان؟ لأن الموت سقط تحت أقدام المسيح وانهزم، وهو مزبي ومضطرب، والجحيم مع قواته رجع إلى خلف لما سمع صوت الرب ينادي الأنفس قائلا: اخرجوا من وثاقكم أيها الجالسون في الظلمة وظلال الموت، اخرجوا من وثاقكم، أنا أبشركم بالحياة، لأني أنا هو المسيح ابن الله الأبدي. فلنختم معزة أبينا القديس الأنبا أثناسيوس الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس للعهد آمين. شوي سنانان بشوي سنانان صلاة الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة بركاته علينا أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر يا أبانا الذي في السماوات. كريا لاي سون سوك تاتيجو بن أوروس صوت
تيكون نبيون بسمون بيامان شاين من كشوي سيسوس بحرسوس بس وطير نالا سوس صابون نمبا اسمو بيت شوي سر شو بينيك سوتيريا إف هو بسوط تيكون نبيون بسمون بيامان شاين يلي سون سوك تيكون نبيون بسمون بيامان شاين يمين منو من وهي من إلى بنودي بنودي
سيرية الخوة صوتتي دمتم بقول باسم الانبياء ماري شاهد Stingos. Amen.
Ketefsomen sofiarthia kosomen to agio evan ge Tim Biff Angelionis O Web Kata Markon Ageyo Bye.
شاي زين فقوئن قواي افقون هنو افول في اطاب ارثين موف في زي اثموني اروف جيب ربس نفسون هبي نم اطاب ارئي ان او شرطور او اشتم بفانجل يونس او ويب آتا لو كان آجيو تزيت افموتي ان ارشيرفس نمني ارخوني بلاوس بيقاف نوجيرتين اني نم كايرومي اوصفون بلاوس فول اوشتم بفانجليونيس اوواب اتا يؤنن اغيو تي بيلاطوس اف اش ايني صوص اف اير ما ساتن بيون موف اوهني مانوي اف شون ان او اكلوم ايفول خين هانسوري اوشتم بف انجليونيس اوه مزامير يا بينا داود النبي بركته على جميعنا أما أنا فمستعد للصياتي ووجعي مقابلي في كل حين قد أحاطت بي كلاب كثيرة وزمرة من الأشرار أحدقت بي الليل يا اللهم اترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا وكانت عادة الوالي في كل عيد أن يطلق للجمع واحدا من الأسرى من أرادوا وكان لهم في ذلك الوقت أسيرون وهو لص يدعى باراباس فلما اجتمعوا معا قال لهم بيلاطوس من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح لأنه كان يعلم أنهم إنما أسلموا حسدا وفيما هو جالس على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة لا تصنع شيئا بذلك البار فإني تألمت كثيرا هذه الليلة في حلم من أجله أما رؤساء الكهنة والشيوخ فحرضوا الجموع أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع فجاب الوالي وقال لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم أما هم فقالوا باراباس
الناس فقال لهم بيلاطس فماذا فعل إذن بيسوع الذي يدعى المسيح؟ فقالوا كلهم ليصلب. قال لهم الوالي وأي شر عمل؟ أما هم فازدادوا صياحا قائلين أصلوا أوبوا. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغبون أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار فابصروا أنتم. فأجاب كل الشعب وقالوا دموا علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس. وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. والمجد لله دائما. من إنجيل معلمنا ليترأف الله علينا ويسمعنا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مرقس البشير. وكان في كل عيد يطلق لهم أسيرا من طلبوا. وكان المدعو باراباس موثوقا مع مثير الفتنة الذين ارتكبوا القتل في الفتنة. فلما صعد الجمع اتفقوا يطلبون مثل ما كان يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس قائلين أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة إنما أسلموا حسدان. أما رؤساء الكهنة فهيجوا الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال له إذا ماذا أفعل بالذي تقولون عنه إنه ملك اليهود؟ أما هم فصاحوا أيضا اصلبه. فقال لهم بيلاطس وأي شر عملا؟ أما هم فازدادوا صراخا اصلبه. أما بيلاطس وهو يريد أن ينفذ مشيئة الجمع فأطلق لهم باراباس. وأسلم يسوع لأجل كي يصلب. فأخذوا الجند إلى داخل دار الولاية ودعوا كل القتيبة عليه وألبسوه ثوبا أرجوانيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه. وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويبصقون في وجهه ويكثون على ركبهم ساجدين له. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الثوب الأرجواني وألبسوه ثيابه ثم أخرجوه ليصلبوا. وسخروا واحدا عابرا آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو إلكسندروس وروفوس وليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع الجلجثة هذا الذي تفسيره موضع الجمجمة وأعطوه خمرا ممزوجا بمر وأما هم فلم يأخذها. ثم صلبوا واقتصبوا ثيابه بينهم مقترعين عليها من الذي يأخذها. وكان وقت الساعة الثالثة فصلبوا. يترأف الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين سماع إنجيل لوقا البشير.
تلميذه الطاهر بركاته على جميعنا امين. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعبيه وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الرجل كمن يضل الشعبيه، وها أنا قد فحصته أمامكم ولم أجد إلا على هذا الرجل مما تشتكون به عليه، بل ولا هيرودس أيضا لأنه قد أرسله إلينا، وها هو ذا لم يعمل شيئا به يستوجب الموت، فأنا أودبه وأطلقه، وكان لابد له أن يطلق لهم واحدا في كل عيد. فصرخ كل الجمع قائلين: ارفع هذا وأطلق لنا براباس. وذاك كان قد ألقي في السجن لأجل فتنة وقتل حدث في المدينة، فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، أما هم فصرخوا قائلين: اصلبوه اصلبوه. فقال لهم مرة ثالثة: وأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد عليه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. أما هم فألحوا عليه بأصوات عالية طالبين منه أن يصلب، وكانت أصواتهم تشتاد. فحكم بيلاطس أن تكون طلبته، فأطلق الذي ألقي في السجن لأجل القتل والفتنة وهو الذي طلبوه، وأسلم يسوع كإرادتهم. ليترأف الله علينا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير بركاته علينا آمين. حينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر الجند إكليلا من شوكين ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوبا من أرجوان، وكانوا يقبلون إليه ويقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة ما. حينئذ خرج يسوع وهو لابس إكليل الشوك وثوب الإرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الرجل. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبوه اصلبوه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة ما يؤخذ بها. أجابه اليهود: إن لنا ناموسا، وحسب ناموسنا هو مستوجب الموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام ازداد خوفا، ودخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ أما يسوع فلم يجبه، فقال له بيلاطس: لماذا لا تكلمني؟ أما تعلم إن لي سلطانا أن أصلبك ولي سلطانا أيضا أن أطلقك؟ أجاب يسوع قائلا: ليس لك علي سلطان
لو لم تكن قد أعطيت من فوقه من أجل هذا الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. لذلك كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، وأما اليهود فكان يصرخون قائلين إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، لأن كل من يجعل نفسه ملكا فهو يقاوم قيصر. خين افران انت الثالثة من يوم الجمعة العظيمة بركات علينا امين. انا متحير من هذا النبي ذي الصوت العظيم اشعياء النبي الذي سبق فنظر بالسر الام الخلاص التي لله كلمة وقال: من هو هذا الاتي من ادوم وثيابه حمراء من بصرة لابسا حلة بهية هكذا ولباسه من الدم الاحمر كمان يصعد من المعصرة ملطخا بدم عنقودها. حقا بالحقيقة هو كلام هذا النبي الذي أظهر هذا من قبل هذه الأيام. بالحقيقة هو كلمة الله مخلصنا يسوع كالتدبير لبس جسد قديم الذي الأبينا آدم أو الخليقة وصار اللاهوت العلوي متحدا بالبشرية بغير استحالة بما لا يدرك هي الحلة التي لا تتغير المتحدة مع الإله الكلمة وصب غضبه على العبرانيين ودأسهم في معصرة غضبه ورحمته وبره أعطاهما للأمم الذين جعلهم له شعبا جديدا. أما إسرائيل فإن بلاده استولت عليه إلى الانقضاء. Yeah.
ديف نوتي نايلان ديف شنيت قار ديف ستمير ديف الفيسنير ديف شير نتيون من توفنتين سوافن تا انتو تاري اقوان بياغاسن السانوين ديف كان النوفين انيفول صلوا واطلبوا من عن سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة الرسولية الكنيسة وخلاص الله في الشعوب وطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبانا أخواتنا المرضى بكل الأمراض في هذا الموضع وكل مكان لكي ينعم لنا الرب إلينا وإياهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبانا أخواتنا المسافرين والذين أدمروا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا إن كان في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة والذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلينا ويردهم إلى مساكنهم بالسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أهوات السماء وثمرات الأرض وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونة لكي يبارك الرب إلينا ويكملها بالسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورأفة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتوالين علينا بالصلاح في كل مكان ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبانا أخواتنا الذين راقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبانا البطارقة وأبانا المطارنة وأبانا الأساقفة وأبانا القمامسة وأبانا الكسوس وأخواتنا الشمامسة وأبانا الرومان وأخواتنا العلمانيين لكي المسيح لأن نفوسهم في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المهتمين بالسعاد والقرابين والخمر والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وكل أوان المذبح لكي يعودهم الرب لنا عن أتعابهم في أورشليم السماء يغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن موعوز شعبنا لكي يبارككم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان رزق سيئة النفس الأخيرة واغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وديرات الشعوب الرزقسين في البراري والشيوخ السكان فيها عن طمأنينة كل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلينا وإياهم من كل سوء اغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقفة البابا البطريرك الأمبتودروس لكي يحفظ الرب لنا حياته ويثبته على كراسيه سنين كثيرة وأزمنة سالمة أداء مديدة واغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن أبانا المطرنة والأساقفة والرزقسين بكل مكان والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح لنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع للشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب لنا ويكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن تدبير البيئة المقدسة وكل رطب الكيان لكي يباركهم الرب لنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكس لكي يصنع الرب لنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محبي المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم كي يباركهم الرب لنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة من السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وعن كل نفس متضايقة بكل نوع لكي يترافع علينا الرب لنا إياهم ويغفر لنا خطايانا.
صلوا واطلب عن كل المتضايقين الذين في السجون والمطابق والذين في النافية والسافية والمربوطين من جهة رباطة الشياطين لكي يعتق من رب لنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلب عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب لنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلب عن الذين أوصونا وأن نذكرهم في كل واحد باسمه لكي يذكرهم الرب لنا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلب عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويسعدها كمقداره ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والبهائم ويفعل العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والزلزال وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيع المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلب عن هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا صلك يكملها لنا بسلام ويرينا بهجة قيامة المقدسة ونحن جميعا سالمين ويغفر لنا خطايانا. افنوتين اينان سيشون ايرون اري اون اين ايمان خين تكمت اورو Hallelujah, Jesus.
يسوع المسيح لنا الحقيقي الذي قبل الألم برداته والصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية وعينانا وكمل لنا البسخة المقدسة ورينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله العذراء الطاهرة القديسة مريم وجميع القديسين والشهداء بخريستوس بنوتي آمين. يبورون دتيهرين مهنان دكيني سمنان دكيني جكانون بابو جيسوك تتقون بون بما الشمين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات Oh.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبوات الساعه السادسه من يوم الجمعه العظيمه من البسخه المقدسه بركاته علينا امين. ارب في اسمه اوات شوبين من امين بقوي موس اوه تفسوت من جيبي قانين وسبورو ان دارين فيت شوب هي بشافي جي افين جيب اسرائيل في ميتن عثارين وعفوت سيب إسرائيل وعفقولين وإخمالوا سيئين خيطو وإن تترياسث وابن نوتي شاينين مشاينين تنيينين تيرو آمين إيغو الخيني صائياس بيه بروفيتيز ارب في اسمه اوات شوبين من امين بقوي موس ام فريتين ويسو اي افن اي بخل خيل نيم ام فريتين اوهيب ام بيم سو ام فيت خوك ام موفي فوين عات اسمي فايريتين اف او اونين روف ان وانت ترياس وابن نوتي شاينين مشاينين تنيني تيرو آمين ايو الخيني صاياس بيه بروفيتيز ارب في اسمه اوات شوبين من آمين بقوي موس هبي سفنوتي باسوتي رب شويس اي شوبي ايريثي كي ايروف او اينا ايروتي جي باو سونيم با اسمو بيب شويس اف شوبيني ان او او جاي او انت ترياس او ابن نوتي شاينين مشاينين تنييني تيرو آمين ايو الخين اموس بيه بروفيتيز ارب في اسمه اوات شوبين من آمين بقوي موس او ايسي شوبي خين بيه هو اتماف بجيب شويس فنوتي اف اي هوت بن جيفري ام اف ناف ميري او اف اي راكاكي هي جنب قاهي ان جي بي او ان يخن بي اي هو او او انت ترياسس او ابن نوتي شاينين مشاينين تنييني تيرو آمين. نبوة الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح من سفر العدد لموسى النبي بركة مقدسة فلتكن معنا آمين. وسمع الكنعاني ملك داراد المقيم في البرية أن إسرائيل قد جاء عن طريق أتاريم فحارب إسرائيل وسبى منهم سبياً فنظر إسرائيل نظرا للرب وقال إن دفعت هذا الشعب إلى أيدينا حرمناه لك مع مدنه فسمع الرب صوت إسرائيل ودفع إليهم الكنعانيين فحرموهم هم ومدنهم فدعي اسم ذلك الموضع حرما ثم ارتحلوا من جبل حور على طريق بحر القلزم البحر الأحمر وداروا من حول أرض أدوم فصغر قلب الشعب في الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتنا من أرض مصر لنموت في البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد سأمت نفوسنا هذا الخبز اليابس فأرسل الرب على الشعب حيات قاتلة فكانت تلدغ الشعب ومات قوم كثيرون من بني إسرائيل فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فادعوا الرب أن يبعد عنا هذه الحيات فتضرع موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى
اصنع لك حية من نحاس وارفع على سارية حتى إذا لدغت الحية إنسان فينظر إلى الحية النحاس فيحيا. فصنع موسى حية من نحاس ورفعها على راية فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا مجدا للثالوث القدوس من الآن والأبد أمين. من أشعياء النبي بركاته المقدسة فلتقل معنا أمين. مثل خروف صيق إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه رفع حكمه في تواضعه وجيله من يقدر أن يصفه. ستنزع حياته من الأرض من أجل أسام الشعب جاء إلى الموت وسأعطي متجاوز الناموس مجازاة دفنه والأغنياء مكافأة موته لأنه لم يصنع اسما ولم يوجد في فمه غشا. أما الرب فشاء أن يشفيه من الجراح وإذ ما أسلم ذاته ذبيحة عن الخطية فسترى نفسه نسلا عزه كثيرا. يريد الرب أن ينزع الألم من نفسه ليريه النور ويوجد الفهم ويصنع البر ويكون عبدا حسنا للجماعة إذ حمل خطاياهم ومن أجل هذا هو يرث الكثيرون ويقسم غنائم الأقوياء حيث أسلم نفسه للموت وأحصي مع الأسمة وهو قد حمل خطايا كثيرين وأسلم من أجل ذنوبهم مجدا للثالوث القدوس إلهنا. هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بأفعاله ذكروا بأن اسمه قد تعالى رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس أقيم راية على جبل أقرع ارفعوا صوتا إليهم أشير باليد ليدخلوا أبواب العتاة. أنا أوصيت مقدسي ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي. صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة رب الجنود يعرض جيش الحرب. يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. والولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء. لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتعون تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم إلى بعض وجوههم وجوه لهيب. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاطها. فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه مجدا للثالوث القدوس إلهنا أمين. ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب تغيب الشمس وقت الظهيرة ويظلم النور على الأرض في النهار وأحول أعيادكم نوحا وجميع تسبيحكم رثاء واجعلوا على كل حقو مسحا وعلى كل رأس قرحا واجعله مثل حزن الحبيب والذين معه كمثل يوم الحزن.
هوذا ستأتي أيام يقول السيد الرب إني أرسل غلاء على الأرض، وليس هو غلاء إلى الخبز أو غلاء إلى الماء، بل هو غلاء إلى استماع كلمة الرب، فتتحول المياه إلى قاع البحر، ويجرون من الشمال إلى المشرق ويطلبون كلمة الرب فلا يجدونها، مجدا للثالوث القدوس. شويسة شويسة، صلاة الساعة السادسة من النهار المبارك من يوم الجمعة الكبيرة من البسخة المقدسة، نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة ويجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، سيسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. كريا ليسون سوك تيتي قوم نمبي اون نمبي اسمو نمبي اماي شاين يمين امانو البن نوتي سوك تيتي قوم نمبي اون نمبي اسمو نمبي اماي شاين يمين بشوي سيسوس بخريستوس بسو ديرن عغص أقوم من باسمه بيف شو يصف شو بيني يفسو تيري يفقوم وفسو كتي قوم من بيوم من باسمه من بيوم ماي شاين يمين ليسون سوك تتي قوم من بيوم من باسمه من بيوم ماي شاين يمين مانو البن نوتي بن أورو تتي قوم نمبي اون بسمون نمبي امان شايني امن بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن اغاسوس اغو من با اسمو بيب شوي سف شو بيني افسو تيري اف او افسو تتي قوم نمبي اون بسمون نمبي امان شايني امين يلي سون صوت تتي بوم نمبي اون نمبي سمون نمبي آماي شاي مين امانو البنو تي بنورو صوت تتي بوم نمبي اون نمبي سمون نمبي آماي شاي نهامن بشوي سيسون بخريستوس بسو تيرن آغاس أقوم من با اسمو بيف شو يصف شو بيني تيري يقف قوم وابسوك تتي قوم نم بيقون نم باسمو نم ماي شاين يمين يلي سون سوك تتي قوم نم بيقون نم باسمو نم بيقون ماي شاين يمين منو البن نوتي بن أورو صوت تتي قوم نمبي اون بسمو نمبي اماي شايني امن بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن اغاسوس اقوم من با اسمو بي شوي سف شو بيني افسو تيري اف او اف صوت تتي قوم نمبي اون بسمو نمبي اماي شايني امين يلي سون صوت تتي قوم نمبي اون نمبي اسمو نمبي امان شاين يمين امانو البن نوتي بنورو صوت تتي قوم نمبي اون نمبي اسمو نمبي امان شاين يمين بشوي سيسون بيرسون بسو ديرن هاباسون قوم نمبا اسمو بيف شو يصف شو بيني افسو تيري اف او وابسو كتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي آمان شاين امين يلي سون سون تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي آمان شاين امين منو البن نوتي بن اورو صوت تتي قوم نمبي او شايني من بشوي
Oh,
أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا.
كم بن شوي سيسوس بخريستوس بآموس صولوس إرسا Yeah.
رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية بركة مقدسة فلتكن معنا أمين. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به قد صلب العالم لي وأنا أيضا صلبت العالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان بشيء ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بهذا القانون السلام عليهم والرحمة وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم يا إخوتي أمين. نعمة الله الآب تكن مع جميعكم أمين. Thank you.